السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن أنواع الآلة الحاسبة وأسعارها، وإيه هي أفضل آلة حاسبة بالنسبة للمرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية. معاكم محمد أحمد، ودي قناتي عبرة وفكرة ومعلومة، ويلا بينا. اهلا بيكم مرة تاني. ولو نلاحظ ان الكمبيوتر واللابتوب بيطلقوا عليهم اسم الحاسب الآلي، وفي المجمل بيقولوا عليهم الحواسيب، وده لان اصلا الكمبيوتر هو ناتج لتطور الآلة الحاسبة، بمعنى ان الآلة الحاسبة هي اصل الحواسيب، وبيقول عليها هي الجد الاكبر لعائلة الحواسيب. وتم اختراع الآلة الحاسبة سنة 1640 ميلادية على ايد العالم بليس باسكال، ودلوقتي طبعا اصبحت الآلة الحاسبة من الحاجات الضرورية بالنسبة لينا، وبالاخص بالنسبة للاحصائيين والمحاسبين، واخيرا بالنسبة للطلبة. وبالنسبة لانواع الآلة الحاسبة، في 5 انواع آلة حاسبة هنستعرضهم مع بعض دلوقتي. النوع الاول الآلة الحاسبة العلمية، ودي اللي بيستخدمها اغلب الطلبة. والنوع الثاني الآلة الحاسبة اللي بتدعم الرسوم البيانية. والنوع الثالث الآلة الحاسبة اللي بتدعم الطباعة. والنوع الرابع الآلة الحاسبة المكتبية. والنوع الخامس الآلة الحاسبة الخاصة بالسفر، واللي بنقول عليها آلة الجيب. وبالنسبة لاسعار الآلة الحاسبة، هنستعرض مع بعض اسعار الآلة الحاسبة اللي موجودة دلوقتي سنة 2020 اللي معروضة دلوقتي في السوق. وطبعا اسعار الآلة الحاسبة بيتراوح سعرها على حسب امكانيات الآلة ونوعها وحجمها، وهنركز اكتر على اسعار الآلة الحاسبة الخاصة بالآلة العلمية عشان خاطر الطلبة. يلا بينا نشوف اسعار الآلة الحاسبة المعروضة دلوقتي في السوق لسنة 2020 مع بعض. يلا بينا. مبدئيا لازم نبقى عارفين ان اسعار الآلة الحاسبة بيختلف من مكان لاخر ومن تاجر لاخر، ولكن انا حاولت اجيب متوسط السعر الموجود في السوق من خلال بعض المحلات ومن خلال البحث على النت. ولكن لازم تاخد بالك لما تيجي تشتري آلة من على النت ان ممكن يكون اغلب الآلات المعروضة على النت مستعملة ومش جديدة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لانك لما هتيجي تبحث على النت هتلاقي تفاوت كبير جدا في اسعار الآلات مع انها من نفس النوع، وده بيرجع يا اما لان الآلة ممكن تكون مستعملة او صناعتها رديئة فبتبوظ بسرعة. لذلك لازم قبل ما تشتري الآلة تتأكد من البائع ان الآلة دي جديدة، لان سعر المستعملة اكيد هيكون اقل من الجديد. وانا في الفيديو ده جبت لكم اسعار الآلات اللي استخدامها شائع بين الطلبة او الآلات المطلوبة في السوق المصري، وجبت برضو اسعار بعض الآلات المكتبية وآلات السفر اللي بنقول عليها آلة الجيب، علشان بس نعرف عامة الاسعار وصلت لفين. مع العلم ان لما سألت على الآلات المكتبية وآلات السفر لقيت انواعها كتيرة جدا واشكالها متشابهة جدا واسعارها متفاوتة، ولقيت اسعارها بتبدأ من 35 الى الوفات الجنيهات. وطبعا تجنبت اجيب اسعار الالات العلمية اللي هي سعرها اكتر، بيوصل لاكتر من 1000 جنيه، زي الالات اللي بتدعم الرسوم البيانية والتاتش سكرين، لان الالات دي اصلا ممنوع دخول الطلبة بها في الامتحانات، ومش بيستخدمها غير الطلبة اللي بعد مرحلة الثانوية. تعالوا دلوقتي نشوف اسعار الالات الحاسبة اللي اخترتها لكم، وبرضو هنعرف ايه هي افضل الة حاسبة سواء بالنسبة للمرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية او المرحلة الثانوية. يلا بينا. We'll be right back.
ودلوقتي هنقول ايه هي الالات اللي ممكن نرشحها او ننصح بيها، سواء بالنسبه للمرحله الابتدائيه او المرحله الاعداديه او المرحله الثانويه، وده طبعا هيكون على حسب نوع الاله وامكانياتها وسعرها وحجمها. وطبعا كل اللي عليا ان اقول لك الفرق والمميزات والفرق بين كل اله والتانيه، وايه الاله اللي انا ممكن ارشحها لك، وانت اللي عليك في الاخر تحدد انت هتختار ايه. يعني الامر في الاول وفي الاخر متروك ليك، انت اللي هتحدد ايه الاله المناسبه بالنسبه ليك على حسب امكانياتك وعلى حسب رغبات. بالنسبة للمرحلة الابتدائية هنرشح التين اتنين، طبعا الالة الاولانية FX82ES+. الالة دي ناس كتيرة بترشحها بالنسبة للمرحلة الابتدائية نظرا لسهولة استخدامها ولسعرها الرخيص، يعتبر ارخص الة بالامكانيات دي، فيها امكانيات حلوة بالنسبة للمرحلة الابتدائية، بتحل كل المسائل، وسعرها يتراوح بين 190 جنيه ل 200 جنيه، يعني بالنسبة للاسعار سعرها حنين شوية. اما الالة اللي جنبيها FX570ES+، دي الالة دي بتتفوق عليها طبعا سواء بالنسبة للمرحلة الابتدائية او الاعدادية او الثانوية، وسعرها مش غالي بالنسبة للالة الاولانية، لان فرق السعر بين الاتنين يعتبر 25 جنيه، لان الالة دي ب225 في السوق. وعشان كده انا دلوقتي برشح لكم الالة اللي هي كاسيو FX570ES+، لان الالة دي سعرها مش غالي قوي ولا فارق عن الآلة الأولانية، لأن الآلة الأولانية ممكن تستخدمها بس لحد المرحلة الابتدائية الإعدادية بس، يعني مش هتستمر معاك للمرحلة الثانوية، أما دي هتستمر معاك لحد المرحلة الثانوية وهتشتغل معاك في كل المساء، والفرق بسيط، يعني 25 جنيه مش حاجة كبيرة يعني. والأمر برضو متروك ليك، يعني لو أنت عايز تشتري الأولانية وتقول أقضي بيها المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وخلاص، وتشتري بعدين آلة تاني، الأمر برضو متروك ليك. أما لو أنت عايز تشتري آلة تقعد معاك ابتدائي وإعدادي وثانوي، فأرشح لك اللي هي الـ FX570، هي دي اللي هتستمر معاك لحد المرحلة الثانوية. طب بالنسبة للمرحلة الإعدادية، بالنسبة للمرحلة الإعدادية أنا مش برشح غير الـ FX570 بس، هي دي الآلة الوحيدة اللي رشحها في المرحلة الإعدادية، لأن الآلة دي تنفع معاك لحد ثانوي وهتقدر تحل بيها جميع مسائل المرحلة الإعدادية. وهنيجي بعد كده للمرحلة الثانوية، هنقول على آلتين هنرشح منهم آلة واحدة بس نقدر نستخدمها في المرحلة الثانوية. الآلة الأولى اللي هي على اليمين اسمها FX991ES، ودي آلة بتحل جميع المسائل الحسابية في الثانوية العامة. والآلة الثانية اسمها FX991ARX، ودي برضو أحدث من الآلة اللي على اليمين، وطبعا هنيجي نقارن بينهم وبين بعض في السعر. الآلة اللي على اليمين سعرها 325 جنيه، والآلة اللي على الشمال سعرها 375 جنيه. طيب يا ترى نرشح انهي واحدة فيهم عشان نستخدمها في الثانوية العامة؟ طبعا هنرشح FX991ARX، لان دي بتحل جميع المسائل الحسابية في الثانوية العامة، جميع مسائل الثانوية العامة بتحلها وبتجيب لها نواتج. اما الـ FX990ES دي في مسائل الثانوية بتطلع الناتج ماس ايرور، يعني مش بتجيب الناتج بتاعها، بتطلع لك الناتج يعني خطأ في المسألة. اما الآلة اللي هي FX ARX دي بتحل بتجيب جميع النواتج. عشان كده احنا بنرشح الآلة التانية على الآلة الاولى، هو الفرق بينها 50 جنيه، وبرضو الامر يرجع ليك لو انت عندك المقدرة لانك تشتري الآلة الحديثة اللي هي FX991 ARX، لو عندك المقدرة انك تشتريها اشتريها، انما لو ما عندكش المقدرة وهتضطر تشتري الآلة الاولانية هتأدي معاك الغرض وهتكفي معاك مرحلة الثانوية 100 100. كده نكون وصلنا لنهاية، اتمنى اكون افدتكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو حس ان الفيديو ده هيفيد غيرك ياريت تنشر الفيديو ده لاصدقائك واصحابك، وياريت تعمل لايك، ياريت اللي ما اشتركش بالقناة ينزل تحت الفيديو على العلامة الحمراء اللي مكتوب عليها كلمة اشتراك او كلمة سبسكرايب بالانجليزي، يدوس عليها فتحول باللون الرصاصي وكده يبقى اشترك في القناة، وياريت يفعل الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد انزله على القناة.